بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل. أصدقائنا من سوى الإرادة. صديقتنا الجميلة لديها بدر في أحد الساقين، وإرادة قوية تتحدى الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة شخصية اجتماعية، صاحبة إرادة حقيقية تواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة أسرة. تحديات كتير بتواجهها، لكنها قوة إرادتها وعزمتها قادرة على تخطيها وقادرة على مواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة بتخرج للحياة بإرادة قوية وإصرار على تخطي أي إعاقة ومواجهة أي أزمة بكل شجاعة، بثقة بالنفس وعزيمة أسرة. على عكازين من المعرفة